هذا المرور الثقافي ديال البطانه اللي كما كتشاهدوا انه اللي كنستعملوها من الهيدوره من البطانه ديال العيد الكبير اللي حنايا كنجمعوها في العيد الكبير، وكتدوز بواحد المراحل اللي بزاف بزاف اللي كيكون فيها واحد الثمره الكثيره من الملح، من كتمشي الفاس هبط الشاريت كرومات تحيد لها الصوفة ديالها، ودوز في العدة مراحل ديال الدباغة، وهادشي باش كتجيب هاد الحلة اللي مزيانة. بالنسبة هاد الموروث، لأنه كنشوف واحد الآن الشباب اللي في السن بحال دابا اللي تناو هادشي مبقاوش كيبغيو يجيو لهاد الحرفة هادي، لأنه تا كتشوف تا في المعاهد اللي كيعطيو فورماسيون كيعطيهم غير كيعلموهم غير القراية على الحرفة، ولكن في البراتيك ولا شي خاص انسان يجي للمعامل يتعلم هذه الحرفه ويتعلم من عند الصنايعيه اللي حنا تعلمنا منهم واستفدنا منهم. هاد الناس اللي كبار دابا ملي كدور المعامل كاملين اللي كيصنعوا هذه المنتوجات الجلديه اللي هي عندها واحد تاريخ قديم في البلاد، كتلقى غير الناس الكبار، نزينا راسيو قليله اللي كتلقاها باقيين صغار اللي شادين محتافظين على هذا المرتوج على هذا المنتوج واللي كيبغي يجاهد في هذا المنتوج. كاينين الناس دابا كيخرجوا من أكاديمية اي عندهم الفكره عندهم الابتكار عندهم تبارك الله النيفو ديال انه كيبغيو يديروا التجاره الالكترونيه وهكشي، ولكن ملي كتجي طريح معاهم في الحرفه وهكشي ما كتلقاش عندهم الحرفه. هذه الحرفه هذه غاده في الانقراض، لانه الناس ما بقاوش باغيين يخدموا فيها، فيها غير تمارة وفيها غير بزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله حنا كهذه الحرفة خدينا على الآباء ديالنا، باقيين محتافظين عليها وباقيين إن شاء الله كاين تطور، كاين كنحاولوا نوصلوا المنتوج ديالنا من أ تر زد باش نوصلوا للدول الأوروبية، والحمد لله حنا غاديين في هذا الطريق. وهادشي ما كتشوفوا كي كتشوفوا ها انتم الجلد راه عندنا حاجة قاديتي مزيانة، هاد الجلد هذا اللي كتشوفوا فيه اللي غنوريكم دابا راه هو البطانه اللي كتكون في العيد. بهذا الشيء هذا باش تشوفوا هذه هي البطانه ديال العيد اللي كيتلاح في العيد، راه هي هذه حنا كنحرصوا عليها وكنضربوا فيها التماره وكنجيب نوجدوها بواحد الكاليتي اللي تكون زوينه وخدمه نقيه اللي يكون صالح للزبون، ويكون الزبون دائما راضي علينا وعلى حسب المنتوجات ديالنا. وكي كتشوفوها امام ديالكم الالوان اللي جد رائعه اللي كتخرج من هذه المنتوجات اللي هي كتسمى بالبطانه، ولانه معظم ديال الناس اللي في العيد ما كيعطيوهاش قيمه وكتلاح وكتلاح في النفايات، ومع ذلك حنايا كنديروا واحد الجنود اللي كنجمعوا هذه البطانه، ما كنجمعوش كل شيء ولكن كنديروا الجهد ديالنا، لانه كاين بعض السلطات اللي كتحاربنا وحاليا دابا كنبغي نجمعوا. ها هي حنا مقدمين على العيد الكبير وكتجينا بعض السلطات اللي كيقول لك ما تجمعوش البطانه، ولكن حنا البطانه راه هي الاساس ديالنا ديال الجلد. البطانه كتخرج منها الساك، كتخرج منها الصمطه، كتخرج منها الصباط، كيخرج منها الجاكيطه، البروتكليات ديال الجلد، البزاطم ديال الجلد، كيخرج منها جميع المنتوجات، تعارج بنادر البلغه الشربيل الوزانيه كلشي كيخرج من هذا الجلد هذا، اللي حد الان كتجينا تعليمات بانه من الناس المسؤولين كيقول لك غادي ما تجمعوش البطانه في هذا العيد. وكنكونوا كنجمعوا كيجي عندك ناس من السلطات كيقول لك خاصك تحيد من هنا، ما تجمعش هنا، ما ديرش هذه، ما ديرش هذه، وهذا الشيء هذا ها علاش كنضربوا باش كيوزن لنا هذا المنتوج بهذه الحله الجديده. كي كتشوفوا فين هذا هذا الاخر المكين ديالها هو البطين ديال العيد الكبير كندشوهم حنايا من الاول ديالهم، كنغسلوهم من الصوف، كتمشي لدار الطباغ كتعاود ثاني كتطور، كنكروميوها من ناحيه الخناز ومن ناحيه شي حاجه وكنطوروها وكنخرجوا منها منتوجات جلديه اسيليه وجلد متنوع، كنخرجوا منه بالنسبه للبقري كنخرجوا منه الصمطه والصباط، بالنسبه لهادشي ديال الغلمي كنديروا منه الفيط مع الجاكيطه، يعني كتخرج واحد المنتوجه مزيانه من الاول حتى الاخر، وكتصدق لنا في فرصات الاشغال كلشي الناس كيشغلوا فيها، الخدامه كيشغلوا فيها، التعاونيه كامله كتشغل فيها، وهذا هو الدور ديال البطانه ديال العيد الكبير. تقريبا بالنسبه للانسان اللي كيشري البطانه والناس اللي كيشريو الحريفيه اللي كيشريو شي ديال البطانه الاختصاصيين فيها، بالنسبه لينا حنا وبالنسبه لشي ناس كنعرفوهم كاين اللي كيشري بزاف، ولكن ما نقدرش نحصي لك بزاف، كل واحد يقدر يشري، كاين اللي كيشري 50,000 بطانه، كاين اللي يقدر يشري 20، كاين اللي يقدر يشري 30، حيت كاينه تابعه بزاف الخدمه
فيها تقريبا بزاف الخدمه، خاصها تغسل، خاصها تحيد من الصوفة، خاصها في الاول خاصها تملح باش ما تعطيش الريحه، باش ما تعطيش الريحه. هي البطانه الوقت اللي كتكون مع الجزار ويشريها الانسان الاول ديالها، الدواء ديالها هو الملح، كتملح ما كتبقاش تعطي الريحه. من بعد الملح كتمشي ديريكت للماء، هادي كيديروا المواد باش وبالنسبه للبطانه كل واحد واش كيفاش كيشري، كاين اللي كيشري 30، كاين اللي كيشري 40، كاين اللي كيشري 20، كاين اللي كيشري 10، كل على حساب القدر ديالو، قدر الميزانيه ديالو. ايوا هاد المرض نقدروا نطلبوا من الناس الصناعيه يستحفظوا ويديروا الجوده باش يبقى هذاك الشيء غادي مزيان وصافي.